السلام عليكم اخوتي، السلام عليكم، تحياتي لكم من ساحة الجمهورية لا ريبوبليك، بلاصة لا ريبوبليك او ساحة الجمهورية انا بباريس، معروفة ريبوبليك. فيها يعني وقفة تصادف 18 ديسمبر اليوم العالمي للمهاجرين، يعني هذه الوقفة تضامن مع الناس بدون اوراق، الناس يتعرضوا للعنصرية، الناس اللي يجوا حراقة ويموتوا في الحدود إلى آخره. تشوفوا جمعيات عديدة من عدة أقليات، كما يقولوا غالبية شوف غالبيتهم من أفريقيا، بينما أنا مانيش عارف لكن ولا مكاش، قليل عدد، قليل جدا. تعرفوا 18 ديسمبر هذا اليوم العالمي للمهاجرين من اجل حياه افضل للمهاجرين ضد الفاشيه وصعود اليمين المتطرف في بعض الاحزاب في دول اوروبا، وتذكير حكومات العالم عامه والحكومات الاوروبيه خاصه بما يجري هذا الحراقه وصعودهم في البلدان وفي البحار وفي الأنهار إلى آخره. المهاجرين يا أخويا محمد، كل واحد يجري على همه. المهاجرين أكتف، ها واحد غير الأفارقة يجري على حقوقهم وواجباتهم، بينما الجزائريين راهم في برباز ولا سندوني متخبين ويبيعوا في الشمة والدخان، مع احترامي للبعض منهم. عندنا ناس من اقليات من افريقيا، اسيا الى اخره، عندهم جمعيات هنايا يطالبوا بحقوقهم، بينما احنا ساكن دائما مساكن بين قوسين مساكن. ضامنين مع المهاجرين طبعا الفرنسيين من اجل تسويه وضعيه المهاجرين. جمعية ضد العنصرية، نعم أخي محمد، نعم فيهم حتى ناس هنا في فرنسا يساندوا فيهم، لكن ناس تخاف به تظهر، تجد معهم فرنسيين وغربيين أوروبيين متعاطفين مع هذول الأشخاص اللي بدون وثائق.
قاعد غير بالسبت خالد ها اروح تعبر انا اروح طالبين من اجل تسويه الوضعيه الحراقه بين قوسين الناس اللي بدون وثائق توجد عدة جمعيات مختلفه من عده دول يعني من افريقيا من مالي السنغال الظاهر بين قوسين الكونغو حاليا الى اخره يعني اجانب منظمين مع هذه الناس اللي بدون وثائق طبعا التظاهر هذا والوقفة هذه سلمية طبعا من أمام ساحة الجمهورية طبعا بحضور الشرطة الشرطة هاي عادي الشرطة الشرطة تراقب فقط هذو جماعة كردستان حتى الكرد جاءوا يتظاهروا من أجل إطلاق
زعيمهم. فاغتنموا الفرصه تاع الحراقه وجاوا يتظاهروا. السلام عليكم. بس ضربه ولا سيريه؟ قلنا كلمه راك على المباشر في هذه الوقفه. شكرا لهم. هي تاع تبع شنو؟ هذه وقفه تضامنيه ماشي نحو البوشغي لبوشغي لا 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 مع الناس تسويه وضعيه الحراقه الناس بدون وثائق هادو ايه كوسا. هذه مظاهرات هذه شيء وهذه شيء. هذه الناس اللي راح اليوم 18 ديسمبر عاد اليوم العالمي للمهاجرين. فهنا ينادوا من اجل تسويه الوثائق. المغرب المغرب دابا قلنا كلمه تونس الفيسبوك الفيسبوك عشان العالم ما شدير انا تحيه للناس المغرب تحيه للناس تونس تحيه للناس الجزائر تونس ما كاين فيها والو روح روح وكل روح الله يعمر الدار. السلام عليكم سعيد بخير. نادوا ما عايشين في عالم اخر. السلام عليكم. أنا عارف أنا فيها عالمين. أنتوا مع هذا ولا مع هذا؟ أنا عارف أنا. أنتوا مع هذا ولا مع هذا؟ أنتوا مع هذا ولا مع هذا؟ أنا مع الحمر. مع الحمر. أنا ندير بث مباشر للعالم الجزائريين. ماسم يلا. قول كلمة. تونس ولا منين كده؟ تونس الخضراء. ربي معاكم ان شاء الله بالتوفيق. الليبيا تونا انا يحشمو وكالي على جاي ماش عارف على جاي. يعني عدد قليل من العرب هنا نقول تونس والمغاربه والجزائريين. نعم اخي محمد نعم. الناس الامور ما تهمهمش لكن هذا الضغط او الضغوطات يكون في الشوارع ورا تجي التأييد للراي العام ويتفق يقف مع الحراقه حتى يعني باش يسولوا الوثائق تاعهم. فان ولا شيء لكن عندهم جمعيات وعندهم مقرات هكذا يعني الناس اللي عايشين هنا اكيد عده من الاخوه جابوا وثائقهم من خلال هذه الجمعيات. طبعا
والله يا اصحاب الادغال اللي تسميهم يا اخي طوروا، ابكي على بلادك وافكارك وافكار شعبك. انا دائما مساكن، اما هذه اللي تسميتها يا اخي هم فروها. شوف شعبنا مسكين اللي مكسر وراه هو، فهمت؟ كلهم جمعيات حقوقية من اجل تسوية الوثائق للناس اللي بدون اوراق. طبعا هذه الجمعيات تجد تعاطفا من الشعب الفرنسي طبعا، وحتى من جميع المحبين للخير والسلام في جميع دول العالم، طبعا بين قوسين في اوروبا. كما تعرفوا صعود اليمين المتطرف في عدة دول يعني مشكلة الان بالنسبة للجالية. اخوان تذكير، اليوم 18 ديسمبر هو اليوم العالمي للمهاجرين. هذه الوقفة من اجل حياة افضل للمهاجرين وضد الفاشية وضد صعود اليمين المتطرف في بعض الدول الاوروبية. وايضا تذكير الحكومات او حكومات العالم عامة واوروبا خاصة بما يحصل للمهاجرين الذين يموتون في بعض المناطق في بعض الدول الباردة وخاصة في القوسين الحراقة. هذه جمعيات تتضامن مع هؤلاء ومن أجل تسوية وضعية الحراقة والمهاجرين الغير شرعيين. وان شاء الله خاوتنا اللي بدون اوراق يعطوا لهم الاوراق، وان شاء الله اللي دار اوراق ما ينساش خاوته. كاين ناس يدير اوراق وبعد ذلك عام عامين يحسب روحه راهو ولا فرنسي ولا بريطاني. ما تنساوش خاوتكم، ما تنساوش باللي انتم ثاني كنتوا يوم من الايام هكذا بدون اوراق. كاين ناس شفناهم خلاص بتروحوا عاون خاوتك واش تقدر. يعرفهم بالنصيحه. الناحية الشمالية فيه يعني ناس ضد العنصرية والفاشية، بينما فيه ناس من اليمين المتطرف الفاشيين يهضروا على شيء يعني مثل المسلمين وهو عدم ذبح ال شوف يعني هذو ناس شوف جمعية الرفق بالحيوان، لكن كلها عارفين
طبعا تضامن مع الاشخاص بدون وثائق. انا كنت جايب لهم شطاحين مغنيين تلقى بالالاف بينما ما عرفش حتى ينخرطوا في الجمعيات اللي تجيب لهم حقوقهم. الناس ما يهمهمش الامر، ابالك خوتي عايش حياته برك، يقول لك تعيش حياتي وبعد يجي الامر ترجع ليه يوم الايام. Oh!
علينا وفرقالكم. مكافحة الشغب حاروا مع السطرات الصفراء، دوروا على المظاهرين تاع الاحتجاجات المطالبين بتسوية وضعية الأوراق. الأنباء الفرنسية تغطي هذه الوقفة.
ضغط جديد على حكومة ماكرون. الحراقة الحراقة وراكم يا جزائريين وراكم توانسة قلت تونسي ما عرفوش قاعد وشو صار هنا واحد مغربي ما على بالوش. طبعا في عدد قليل أو عدد ضئيل من العرب هنايا مشاركين في هذه الوقفة وهي المصادفة ليوم 18 ديسمبر اليوم العالمي للمهاجرين. أجا السيراس هنا سيراس هذا جاء ما شوف هذا جابوهم لي جابو أشوف عدد كبير بدأ يوصل قوة مكافحة الشغب هذا بعد ما كانوا موجهينهم للسطرات الصفراء أصبحوا الآن في حالة تأهب للمحتجين والمتظاهرين. نتمنى ان شاء الله اخوتي اللي ما عندهمش اوراق ربي يرزقهم بالاوراق وهكذا الناس اللي ما شافوش والديهم يروحوا يزوروهم ان شاء الله وهكذا يعني الحياه تمشي وربي يشوفكم سعداء ان شاء الله تعالوا الخير تلقوا الخير ان شاء الله. هذا اللي صاد 18 ديسمبر اليوم العالمي للمهاجرين ناس فيه جمعيات طالب بتسويت وضعية المهاجرين غير الشرعيين في قوسين الحراقة يعني فيه عدة جمعيات متضامنة وبتعافى معها. هذه رانا في ساحة الجمهورية هنا بوسط باريس بوكليك يعني توجد عدة جمعيات متعافى مع الناس اللي بدون أوراق كذلك جمعية طبعا من عدة دول أفريقية حتى آسيوية طبعا بون كوراج مدام ميرسي سالو ميرسي مسيو. الناس فيهم خير في كل عرق في كل جنس طبعا الناس تعاطف مع الحق وهكذا لأن يعني يشوفوا هذا الناس بدون وثائق يعني مساكن طبعا ضد ترحيل القصر كذلك سيراس معروفين هذو ها مكافحة الشغب ها لكن ما يدير والو غير تراقب عن كثب شوف
اليوم اخوتي يعني هذه وقفه مسانده للناس اللي ما عندهمش اوراق بدون وثائق ضد الفاشيه ضد العنصريه وضد الصعود اليمين المتطرف ببعض الدول الاوروبيه وايضا مطالبين الحكومات الاوروبيه مساعدة المهاجرين طبعا على الحكومه الفرنسيه من اجل تسويه الوثائق بالنسبه للحراقه بين قوسين حراقه انا قاع حراقه راك احنا انتوما كي حنايا قاع هذه الوقفة الاحتجاجية تضامن مع الأشخاص اللي ما عندهمش الوثائق تضامن مع الأشخاص من أجل تسوية الوثائق طبعا ضد الفاشية والعنصرية وضد هذا الناس يموتوا في الطرق في طرق أوروبا طبعا الله يرحم اللي ماتوا خوتنا اللي ماتوا حراقة خاصة في الفصل هذا يعني برد برد رغم أنهم زمة في الشتاء لكن بدا البرد الشتاء يبدا في 21 ديسمبر على ما اعتقد مام خاوتي ربي يعاونكم ان شاء الله وربي يحفظكم وربي يحل على كل واحد ان شاء الله فقط يعني تغطيه صغيره من ساعه الجمهوريه طبعا هنا في باريس Voilà.
Thank you.
Yeah.
قبل ما ننهي معكم البث هذا، هذه وقفة احتجازية تصادف 18 ديسمبر اليوم العالمي للمهاجرين، دعوة لمساندة الأشخاص الذين ليست معهم وثائق بقوس الحراقة من أجل تسوية الوضعية وضعية المهاجرين غير الشرعيين، كذلك دعوة ضد الفاشية والعنصرية إلى آخره. تماما يعني في 18 ديسمبر اليوم العالمي للمهاجرين، طبعا هي تضامن مع الأشخاص اللي بالأوراقي، جمعيات نقابات هنا في باريس. طبعا فيه متعطفين مشاكل باز لاباس زرف الله قبيل وغني قبيل واقي واقي آه كيف كيف بحال بحال واش رايك لاباس ربي تهلا في روحك الله يسلمك انتو خوتي. فطبعا 18 ديسمبر هو اليوم العالمي للمهاجرين، عدة جمعيات ونقابات وهكذا. المهم هذا ما لدي من بث اليوم خوتي، فرصة أخرى إن شاء الله، إلى اللقاء. في فرصة أخرى أخوتي.